موجودة. تفتكر نهار هشام سليم كان بيوصلني، ما كانش معايا عربيتي، فكنت بتناقش معاه، هو ويوسف كان معانا، فكنت بتناقش معاه في الدور، ما هو خلاص ما فيش حاجه شغله مخي غير فضل مع الداوي دلوقتي. فبقول له انا خايفه جدا من الدور، وده شيء طبيعي، انا دايما بخاف دايما، وكل ما ده بخاف زياده وزياده، انما اللي اخشاه وكنت عايزه اقوله لك المره اللي فاتت معاه، لا المره دي كنت جايه وفي نيتي اسالك فيه، ان هل لكنتي مش لهجتي بس تليق وفضل مع الداوي؟ ما هو شوفي يعني ايه، انا ليه فاكر يا هشام في حكايه اللكنه يعني الاقصى يعني الله سيد بيقول الاقصون ها، لان تحس في حروفي في حاجه انا شايف ان ما عندكيش اقصون خالص. طبعا يبقى كويس، يبقى نجاح، ولا مش شايف لي اقصون في الدور؟ لا هو انا ليه وجهه نظر فنيه يعني كويس ولا ايه؟ مش فاهم. طبيعي قوي. انا ضد مساله المبالغه قوي فعلا. معلش بس انا كنت بناقش، سوري يا استاذ، المبالغه في حكايه اللكنه يعني عارف، علشان اضبطها لا عموما بصفه عامه يعني، برضو ساعات ما بيجي ناس تعمل البورسعيدي مثلا يعني فيعملوه بطريقه كما لو كنا يعني يصرف ودن وعين المتفرج عن الموضوع الرئيسي. فهو بندي مفاتيح للمتفرج، ندي شخصيه معلمه اسكندرانيه، لكن لو ركزنا قوي في اللكنه واللهجه هيبقى كاننا بنعمل ايه، موضوع تسجيلي عن شخصيه المعلمه. لا احنا المعلمه هنا شخصيه دراميه، مش لازم تاخد الطريقه التقليديه بتاعت المعلمه يعني. وليكن هي المره دي احنا المؤلف اختارها انها معلمه في بحري، ممكن قوي الموضوع انها ترمي على ممكن معلمه في 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 صح في غلال، ست في بتبيع، فلاحة عندها أرض وبتبيع غلال، ونفس الاستغلال ونفس القوة ونفس السيطرة يعني مش بالضرورة. فاحنا بناخد بس حتة اللكنة أو اللهجة عشان بندي بنكمل الصورة، واختيار اسكندرية كاللوكيشن أو مكان لأحداث الموضوع طبعا، على إن اسكندرية دي من البلاد الأصيلة اللي فيها يعني أقدم المدن يمكن اللي موجودة حاليا في 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 من أقدم مدينة مصر، فمقصود بيها في حته الاصاله على طول. لكن انا ما بخافش قوي زي ما تقولي من حته انه لكنتك انها ما تبقاش معلمه، لا احنا بندي مفاتيح. والسلوك السلوك انا رايي اهم من اللكنه او اللهجه. ست تفضل اسيبك مع الدكتور مفيد. شكرا. تفضل. يلا نكمل. يلا تفضل. الحلقه الرابعه على فكره خلصناش التالت. التالت فيها مشهدين. هات المشهدين. لا فيها مشهد معلش طبعا انا اسف. دي القفل. تركيا والنونو صح. شوف ستيل ريس في البيت. يلا يلا مشهد 55. قول الكلام غير ده. تركيا يلا عايش. قول كلام غير ده. مفيش كلام غير ده يا مخابي وسامعاه منك. لا ده انت هنا قول كلام غير ده اللي هو جواز. قول كلام غير ده. مفيش كلام غير ده يا مخابي وسامعاه منها هي في التليفون. الحاجه قالت لي كده حاتي مش في البيت. تجوزني المزمزيل سمحه. هيدوك؟ هو انا هقعد اقول 10 مرات؟ تخشش الدماغ يا خالتي، يمكن بتقولها تريقه ولا هزار. ما كانتش تتريق ولا بتهزر، دي كانت على اخرها. الظاهر ليه البنت لايف على ابن المحامي مخاطر. قالت لامها وديها الراجل يشكم. قالت لك النونو النوانو بالاسم. بالحرف النونو بنوتك يا تركيا. ولما قلت لها معقوله يا حاجه؟ قالت لي مش معقوله ليه؟ راجل كسيب وجدع ودراع اليمين اللي ماسك لي الجارد. يبقى بجد. يبقى السعد انكتب طاقة القدر انفتحت لك خالتي. حاسب عليا يا نونو. انا عايز اللي حاسب عليا اللي تصلي بمية فواقي. اللي تصلي بمية فواقي. عايز اللي حاسب عليا اللي تصلي بمية فواقي. انا مش داري بنفسي يا خالتي، مش داري. يا رب يا رب يا حنين على الغلابة يا رب. الحمد لله. تقعد في البيت مع الزازة المكرمة ويبقى ده مكتبي.
البس البنش البنش الكشمير والبلوز مش عارف ايه، وانت الورقه وانت وادي انا